صراحة أريد أحكي المعاناة اللي دا أشوفها خاصة اللي خاصة بالعراق، خاصة القطاع الحكومي. إحنا كخريجين 2013-2014 إلى 2023، لحد الآن إحنا شغلنا بالقطاع الخاص، أي وظيفة حكومية ما إن هذا المجال ولا الاستحقاق إنه يعني اللي تعبناه واللي شفناه بالكلية وكشهادة تربية رياضية، المفروض هسه إلي حق إنه أنا متعينة تعيين حكومي. أنا لحد الآن أشتغل بالقطاع الخاص، يعني من 2015 إلى 2023 أنا لحد الآن بالقطاع الخاص، يعني واجهت ولحد الآن أنا دا أشتغل بروضات بالقطاع الخاص وليس الحكومي، بالقطاع الخاص. يعني اللي واجهته من الروضات الأهلية، يعني بالنسبة للدوام من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 2:30، الراتب 250، يعني هذا بحد ذاته انت من تجي تشوف الوقت اللي داومه من 7 أو من 7:30 للساعة 2:30، يعني معقولة الأجر 250؟ ما عدا المعاملة السيئة اللي شفناها يعني من قبل المديرات الروضات. بالنسبة للقطاع الخاص هم من الشركات الأهلية، على ما مدى أسمع يعني صديقاتي الأشياء اللي يواجهوها بالقطاع الخاص الشركات الأهلية، يعني هو بغض النظر إنه يغريش بالراتب العالي ويغريش بالوقت المناسب، بس أكو شيء اسمه التحرش، ويعني فتشي هاي ظاهرة كلش منتشرة بالمجتمع مالتنا. يعني البنية تفوت للشركة، يعني اكو اشياء يعني من 7 المستحيلات. احنا ليش ما دا نروح على الشركات الاهلية؟ بسبب التحرش اللي دا نشوفه بالشركات الاهلية واللي دا نواجهه. اتمنى دائرة التفتيش اللي تابعة لوزارة العمل، وزارة العمل يكون دورها فعال لحل مشكلة التحرش والأوقات الدوام. وبعد بالنسبة للضمان الاجتماعي أتمنى يكون هم دوره فعال بالنسبة للقطاع الخاص، إحنا طبقة كلش مظلومة بالمجتمع العراقي.